اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفي في هذه الفقره. كريم سعيد، ازيك يا كيم؟ كله كويس؟ الحمد لله يا كابتن. ازيك يا ابو حميد؟ الحمد لله تمام. كله تمام؟ الحمد لله. الحمد لله. توقع معانا على هاشتاج كريم و... او ثابت وكريم، كريم وثابت؟ كريم وثابت مع الشاطر اهو امام حضراتكم. توقع من هو مهاجم او توقع نتيجه مباراه منتخب مصر ومنتخب نيجيريا. طيب خلينا نبدا معاك على طول يا كريم. النهارده شفت المباراتين ازاي؟ مباراه الكاميرون ومباراه بوركينا. هل الكاميرون وبوركينا يعني؟ طبعا يعني أسوأ بصراحه بدايه للبطوله في وجهه نظري. النهارده الماتشين كانوا سيئين في وجهه نظري الشخصيه فنيا. وضع جدا البطوله يعني يشوبها الكثير من المشاكل فنيا. طبعا شفنا الكاميرون مش خلاص يعني الكاميرون بلد المستضيف، تاني اكتر بلد يعني كسب كاس الامم بعد مصر، فريق ما فيهوش نجوم صف اول. ابو بكر مهاجم، ابو بكر طبعا لو نفتكر طبعا اللي جاب فينا الاهداف في فاينل 2017 كان هو نجم المباراه الاول. النهارده قدر يعني ينقذ الكاميرون من مفاجاه كانت ممكن تلحق بيها في مباراه الافتتاح من بوركينا فاسو. بوركينا ربما في اول ثلث ساعه عملوا 20 دقيقة كويسة، بعض الهجمات وجابوا هدف. بعد كده الكاميرون قدرت ان هي يعني تتعادل بركلة جزاء، وبعد كده تاني ركلة جزاء تانية في الشوط الأول. مظبوطين الحقيقة. الاثنين كويسين طبعا، ما فيهمش مشاكل يعني. والشوط التاني بصراحة كان أداء يعني استهلاكي خالص من الفرقتين المنتخبين. ماتش أثيوبيا والراس كاب فيردي الراس الأخضر بعديه، ربما يعني رودريجيز و يا جماعه اللي بيتفرجوا بيتفرج وانت بتتفرج على كريم كده وشايف ملامح وشه وبتاع دايق. مش هنتفرج على امم افريقيا خلاص، هتقفل امم افريقيا خالص. وخصوصا كمان بعد الخبر اللي انا سمعته قبل ما اخش على الهواء يعني خير. بخمس خير. ثلاث دقائق خير يعني للاسف اصابه اثنين من زملائنا الصحفيين الجزائريين في مدينه دوالا الكاميرونيه بعد اعتداء بالاسلحه البيضاء قدام الفندق، وتم سرقتهم. خدوا منهم $5,000 و اصابوهم بالات حاده قدام الفندق. ويعني تويتر اصدقائنا طبعا العالميين والصحفيين الجزائريين على تويتر بيتناقلوا الاخبار، ويعني التلفزيون الجزائري بيتناقل الخبر من هناك من مدينه دوالا الكاميرونيه. طبعا الخبر ده مع اصابات كورونا، مع كمان الصور اللي نشرها الصبح غيلان الشعلالي لاعب منتخب تونس بوجود زواحف. لا لا بس انا يعني انا بشوف كده على طول من ساعه ما انا كنت بلعب في الكاميرون وانا بلعب كوره. بس مش جوه الاوضه يا كابتن اسلام. لا لا جوه الاوضه يعني والله. وانت قاعد في الاوضه كده بتفتح البتاع. صوت الحمام كنت صعب قوي بصراحه. لا كان في الحمام تعبان طالع بره. لا ده كان بره سنيك طالع. لا لا صعب قوي بصراحه يعني. لا صورتين، هو حاط صورتين. المهم يعني فواضح ان الظروف يعني في مشاكل، بس طبعا اكيد اهم شيء في كل حد بنتكلم فيه ده سلامه اللاعبين والوفود، سواء كانت الوفود اعلاميه او وفود جماهيريه. اهم حاجه سلامتهم طبعا. ما ينفعش طبعا الخبر طبعا يعني اصدقائنا الاعلاميين في الجزائر تناقلوه بشده على تويتر من شويه. نتمنى طبعا ان السلطات في الكاميرون تحقق في هذا الامر وانه ما يتكررش. طبعا ده من الاخبار اللي هي بعيدا عن الكوره، لكن فنيا انا بصراحه ما عجبنيش بدايه البطوله سواء من الكاميرون او سواء من بوركينا فاسو. ربما بس هم الامان الاثنين اللي عجبوني جدا في كاب فيردي، الجناح الايسر اللي هو جاري رودريجيز بيلعب في اولمبياكوس اليوناني، لعيب ممتاز جدا يعجب الناس يعني كوير وحريف، له لعيب سريع لعيب حلو. والمهاجم تافاريز اللي جاب الهدف الوحيد في المباراه، مهاجم نادي الفيصلي السعودي، مهاجم قوي جدا، مهاجم صريح رقم 9، قوي جدا بدنيا. دول بس اللي عجبوني النهارده فنيا في اليوم.